نتابع حلقتنا مع ضيفنا لليوم الأب ليس كرم، كاهن رعية شويفات لروم الأرثوذكس. أهلا وسهلا فيك كتير. أهلا فيكم. نحن بدنا نقول أنه أنت صحيح كاهن رعية الروم الأرثوذكس، بس أنت جامع كل طوائف شويفات هالبلدة المتعددة الطوائف يلي عن جد عم بتعيش العيش مشترك مثل ما لازم. عفاك، هيدي مقدمة ممتازة يعني وصفتيها، لأنه بحسب ما كنت عم بتخبرنا يعني تحت الهواء أنه بتفوت على كل البيوت وبتعيدوا كلكم سوا كل المناسبات، وهذا شيء كتير حلو وهذا بفرحني. هيدا اللي خلاني أكتر أني أنتج بهالرعية، لأنه كل شويفات نحنا نعيش عائلة وحدة ومنسعى هيك كنا ولح نبقى بإذن الله إن شاء الله. كنيسة مار مخايل المدبر كبرت، مع أنه الكنيسة القديمة عمرها 180 سنة، بس الكنيسة الجديدة كبرت ولأول مرة عم بتعيدوا فيها العيد. أول شيء، هالقد قديمة الكنيسة، وصف لنا إياها شوي. تخبرك نحن بشويفات برعايتنا عنا كنيستين، الكنيسة الأم هي كنيسة السيدة اللي عمرها تقريبا 300 سنة. في كنيسة أقدم. ولكن كنيسة مار مخايل هي موقعها مميز، أعلى تلة بشويفات. بتشوف لبنان كله منها تقريبا، اللي هي رائعة. هلا عم نشوف هون كنيسة مار مخايل. هي هلا بحلتها الجديدة، هي بإحدى الاحتفالات بالصيفية اللي مرقت. اوكي. كان الكنيسة القديمة، هلا هيدا كمان المكات إلى خالصين، هيك هي هلا صارت. الكنيسة القديمة عمرها شخص اسمه مخايل البردويل، اللي كانوا يقولوا له المدبر، قال اللي بيساعد الكاهن بشؤون تنظيم الكنيسة. هذا أصيب بمرض هالشخص ونفيو اهالي شويفات، زي ما طلع لفوق هالتله لحتى ما يعد الناس، وهنيك من شده ايمانه بصر بمنامه انه مار مخايل الملاك مخايل عم بيقول له بدك تشفى بدك تعمر الكنيسه هون. وصلت اراضيه لروسيا بمنتصف القرن التاسع عشر، جاب تبرعات، اجا اشترى كل هالاراضي وعمر هالكنيسه القديمه اللي مبينه هون جزء منها. يعني نحن هلا وصلنا القديمه بالجديده من بعد ما صارت هالكنيسة يعني أو هالمكان محط أنظار كل أهل شويفات دون استثناء دون تمييز. وقديما يعني هي من بداية الأربعينات والخمسينات كانوا كل أهل شويفات يطلعوا يعيدوا فيها عيد التجلي أو معروف شعبيا بعيد الرب، وصارت محط أنظار. ونحن مع الوقت رغم أنه تباعدنا ورجعنا جينا وكبرنا، ومن هون تسميت كنيسة مار مخايل المدبر. يعني هي عندها ثلاث تسميات، معروفة بدير الرب لأنه بنعيد فيها عيد التجلي، وكنيسة مار مخايل وكنيسة المدبر، يعني عندها هالتسميات بس بيصبوا بخانة وحدة. بس هي فعلا موقع بياخد العقل. تم افتتاح الكنيسة بالحلة الجديدة بالصيفية جديدة، يعني قدسنا، بلشنا نقدس فيها أول قداس. هلا رسميا ما عملنا شيء بعد، طبعا نحن بناخد إذن المطران لنعمل هالاحتفال والتدشين والتكريس، لأنه طبعا خدمة التكريس عنا خدمة طويلة وما إلى ذلك، ولكن نحن بلشنا بإذن من مطران الأبرشية نقدس فيها. علو انه مع ان شاء الله بالايام اللي جايه او سنه جايه اكيد من الله راد رح يكون في لها حفل تدشين وطني اذا بدك. بس هيدا اول عيد ميلاد رح تعيدوا فيها، رح نقدس فيها وعلى هالنيه اذا فينا نقول في عده نشاطات رح تبقى مستمره. صحيح، يعني نبلش اذا بدك النشاطات. يعني عندنا هالاسبوع اللي جاي الاحد اللي جاي عندنا بكره نشاط لاحد الاحزاب بالضيعه ليجمع في مناسبة عيد الميلاد، والأحد اللي بعده كمان يعني هالكنيسة مثل ما عم نحكي صلتها بإعاز من وتوجيه من مجلس رعيتنا اللي منوجه له تحية والناشط والحمد لله اللي هو عم يعمل هالإنجاز، فاتح البواب لكل ولاد شويفات، بنقول لهم أهلا وسهلا فيهم. هالصالة هي بخدمته، لأنه بجانب الكنيسة في صالون 600 متر عملناه لكل الاحتفالات واللي بدأت تتضمن احتفالاتنا نحن كالرعية. لأن الخميس المقبل هو الاحتفال المركزي الأساسي بالإضافة لاحتفال تاني للولاد ولاد الرعية. الاحتفال الخميس إذا بدك تحكي عنه هلأ لما نحكي عنه مباشرة، واللي انطلاقا من اللي هلأ الريبورتاج اللي شفناه قبل عن موسيقى قوى الأمن الداخلي، اللي بوجه له تحية للكولونيل مراد وللواء عثمان اللي عن جد يعطيهم ألف عافية، لأنه هالموسيقى قوى الأمن، موسيقى الأوركسترا الهارمونية الوطنية عم بتثبت اكثر واكثر، عم بتقرب الناس من قوى الامن، عم يعني عم نعيش فعلا هال يعني
يعني عم بتثبت انه البشر انه المواطن اللبناني منه بعيد كثير عن قوى الامن. ودكتور زياد مراد عن جد عم بيعمل رجل بياخذ العقل الله يقويه مع موسيقى قوى الامن الخميس 8:30 مساء ريسيتال ميلادي مع شبيبه من جوخه مارلياس انتلياس رح يحضروا كل اهل شويفات يعني. يعني هلا اول شيء في احتفالات اذا فينا نقول للاحزاب في احتفالات وللرعية مفرقة مفرقة بالجملة ومفرقة بس نهار الخميس رح يكون عن جد جامع للكل ان الله. نحن بعتين يعني دعوة واجهنا دعوة لأبنائنا بشويفات يعني أبناء الرعية الرعاية المجاورة وجهنا لفعاليات شويفات واللي هون بوجه تحية كمان للبلدية بلدية مدينة شويفات رئيسها وأعضاء اللي هن كمان دايما عم بيكونوا حدنا ولجانبنا وعم بيساعدونا وفي كتير خيرين يعني. أنا اللي بيفرحني بشويفات إنه هالكنيسة ما مبنيت هيك بسحر ساحر مبنيت لأنه بعطاء مغبوط ومحبب من قبل دروز شويفات مسيحية شويفات حتى بعض الأصدقاء المسلمين اللي كمان ما بيقصروا وهيدا شيء بفرحنا يعني طبعاً. من نتيجة هالصداقات وهالعلاقات الطيبة اللي نحنا عملنا نتيجة إيمانهم أنه البلد بتعمر بكل طوايفها وبكل أبنائها وبكل هيدا لبنان يعني الإنسان لازم العالم تتعلم بقى بلبنان أنه ما فينا نعيش غير هيك واكيد كلهم رح يحضروا الاحتفالات ان شاء الله اهلا وسهلا فيهم نحن دعوه عامه استثناء وعم نجرب انها تكون شيء يعني رساله الميلاد هي رساله محبه نقطه على السطر بحب اللي بحب بيكون معنا طيب من حديث المحبه وبعيدا عن الشويفات انت بير عندك برنامج تلفزيوني على تيلي لوميير يومي كمان يومي فترته 5 دقائق زواده يوميه زواده اليوم وهلا هالفتره الزواده عم تكون من اجواء العيد صحيح امبارح شو كانت؟ التوبه هديتنا للعيد واليوم؟ اليوم اللي انا بطلع من التنين للجمعه بس هلا ابتداء من جمعه تيجي رح نحكي عن صوم اليوم. عن صوم الميلاد رح اقول لك شيء الميلاد شغلتين في لنا رساله المحبه يسوع المسيح تجسد لاجل كل واحد منا حمل رساله واحده هي ان نحب بعضنا بعضا الله محبه هيك قال انجيل يوحنا اذا نحن قدرنا استوعبنا انه الله محبه بنكون فهمنا معنى تجسد الميلاد والميلاد هو عطاء مشان هيك نحن كمان عاملين حفله السبت المقبل لاولاد رعيتنا عمل لهم قداس عنية اولاد الرعيه وعمل لهم حفله وتوزيع هدايا بالاضافه لتوزيع مساعدات عينيه رح تكون لابناء الرعيه بس انا اللي بقوله دائما هي زواتي انه يا ريت عيد الميلاد كل يوم انه ما بعرف ليه بتجي الصحوه للناس بعيد الميلاد بدنا نساعد بعيد الميلاد بيصيروا يبكونا يعني ما عم بنتقد التلفزيونات بيضووا على الناس المحتاجين بفترة الميلاد ما الناس المحتاجة هي على 12 شهر محتاجة على 12 شهر هيدي 12 شهر انت بس بيجيك تتذكر انت بدك تروح تجيب هدية لابنك بدك تدفع 200 و300 دولار كمان طب قيم منهم مبلغ هاو تقطع للناس ودائما انت جرب انا هذا بجرب اعمله مع اخوتنا مجلس الرعيه بشويفات انه ما تكون المساعدات فقط ومن باعياد والمناسبات هيدي هي رسالتي للناس انه انتم تذكروا الفقير اللي بده يحب بحب كل السنه واللي ايه بده يساعد بيساعد صحيح كل السنه انه انت بتحب مرتك نهار بالسنه وباقي فالنتاين هيدا احيانا هنيك بصير في ضحك على زوجته الواحد لا خلينا نقول انك انت بس تعرف خلينا كمان نشوف الناحية الإيجابية من الموضوع إنه عن جد العالم عم بيرجعوا هيك يوعوا ولو فترة صغيرة من السنة أحلى من ما شي كمان يعني إن شاء الله يعني إن شاء الله يكون هيدا أنا بسميه بوعظاتي إنه منشرج مثل الأسلوب اللي استعمله إيه إنه الإنسان بالأخير انت بركي هيك بتكون البوش لحتى يبقى كمان يساعد لكن اللي بيعرف الله اللي بيصلي اللي بيصوم بيعرف يعطي هذا بيعطي على مدار السنة إذا ما بتعرف تصلي وما بتعرف تصومي وهي موجودة عن كل الطوائف هذه هالمبدأ الصلاة والصوم هن سبيل للأخ الصغير اللي سماه يسوع هيدا هو المحتاج القديس يوحنا الذهبي الفم سماه المذبح الآخر المذبح الثاني انت بتطلع من القديس احنا عنا المذبح في مذبح تاني هو مذبح الفقير هو مذبح المحتاج وهالبلد في ناس كتير محتاجة وان شاء الله هيك بالأجواء السياسية الحلوة اللي عم نعيشها يعني هيك يا رب عم نصلي لحتى تدوم ويبعد عنا ربنا الشر ويحفظ هالبلد يعني لأنه عن جد تعبنا انه تترجم الخيرات بالأيام اللي جاية لأنه
فعلا تعبنا، فعلا زهقنا، فعلا بس رجائنا كبير بالله انه الله ما بيترك هالبلد، لانه هالبلد صنع الله مش صنع البشر. مزبوط. بيرلياس كرم كاهن رعية شويفات لروم الأرثوذكس، نحن بدنا نحييكم بشويفات ويعطيك ألف عافية. شكرا لحضورك معنا، نتمنى تكونوا معنا كمان. إن شاء الله بدنا نعيدكم عقبال كل سنة. أمين يا رب. وأنتم بألف خير. الله يقويكم ويحفظكم. شكرا. نحن رح نعمل جولة على توقيع الكتب والإصدارات يلي صارت بمعرض الكتاب يلي اختتم فعالياته ويلي واكب طبعا كل النشاطات الثقافية. تقرير. الكتاب ما بينقرا من عنوانه بل بيخليك بحيرة، هل هو مجموعة قصص أم ديوان شعري أم رواية أم دراسة وبحث فني حول الفنان الإسباني فرانسيسكو دي غويا اللي اختار الكاتب والصحفي عبد الرحيم التوراني اسمه عنوان لكتابه نزوات غويا، ليوصلنا من الريش والألم مجموعة قصص عن الظلم والاستبداد وما يسمى بالمغرب بسنوات الجمر والرصاص. العنوان نزوات غويا اقتبسته من عنوان بهذا الاسم لمجموعة من اللوحات تربو عن 60 أو 70 لوحة رسمها أحد الفنانين العالميين في الذي عاش ما بين القرن 18 و19 هو الفنان الإسباني فرانسيسكو دي غويا. كان رسم حوالي كما قلت لك 60 أو 70 لوحة ينتقد فيها المجتمع والعصر الذي عاش فيه وتفشي الرشوة والفساد وخنق الحريات. هذا كتاب ضد التطرف الديني، كتاب مع الأحلام يعني يلي ما بتسقط بطريقة ساخرة جدا، يعني بطريقة تصير تضحكي لتحلقي بأمكنة تانية. أعرف قدرته على التحايل وتوظيف اللغة بطريقة ذكية فيها الكثير من الخيال الذي ربما أملأ عنوانا من هذا القبيل. أخذني لمجموعة من الروايات القصصية القصيرة يلي بيحبها القارئ يلي ما بيزهق أو بمل هو وعم بيقرأ، وهذا شيء كتير مميز نحن بعصر القراءة الحديث. بنصح الكل أنه يقرأ الكتاب، أكيد شيء كتير ممتع، والأستاذ عبد الرحيم يعني ما بده شهادة. بهتم بأي إصدارات جديدة خاصة من إخواننا بالعالم العربي. أما الكاتب فيدال سبيتي فوجه سؤال لوالده، لماذا تركتني في الثورة وحيدا؟ حقيقة من عين طفل اختبر خلال الحرب الأهلية مع أب شارك على الجبهات الصراع بين الخير والشر، وبهالكتاب بجسد فكرة أنه ما زلنا بهدني بين حربين ولا مرة عشنا السلام الحقيقي. كنا بيادق عم يلعب فينا كرمال حروب الآخرين اللي هن لبنانيين وغير لبنانيين. ما لازم نقول حروب الاخرين على ارضنا انه مش لبنانيين، بلا لبنانيين كمان عملوا حروبهم يعني. فقال كنت مصدق مثل بيي، معكم حال هو هذا موجه لبيي الكتاب. يعني انا عم بسال بيي لماذا تركتني في ثورته وحيدا. الناس انقسمت، يلي عاشوا الحرب يلي حملوا الوطن بعد الحرب مدمى وريحته بارود وريحته رصاص وما زال لحد الان يعني يعالج نفسه بنفسه. فاي حدا حيقرا من اي جيل يعني قبله وخلاله بعد حيعني له هذا الموضوع. العنوان عنوان لافت يعني، وبصراحة في شيء من الدهشة فيها استخدام الثورة، ونحن مثل ما قلت في عصر الثورات كسر هلا الحدود بيسمح له للعقل انه يبدع اشياء كتير، لذلك هو في اطار الانسان في اطار السياسة في اطار الدين قادر انه يمس امور يعني او يخاطب اشياء العقل الانسان العادي ما ممكن يستوعبها، او فورا نتهم بالهرطقة والتجديف.
شفنا فأيضا كثير شخصيات ثقافية شاركت بفعاليات معرض الكتاب اللي ختم فعالياته للسنة، من بيناتهم الصحفية فاطمة حوحو واللي صدر خطأ بمطبعي باسمها، نحن بنعتذر أكيد، وكل دورة لمعرض الكتاب وأنتم بخير. بريك ونرجع نتابع أخبار الصباح.